السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة أخوكم دروس عمرو القزاز. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هتكلم معكم عن أداة تعتبر أداة قول عنها ذهبية، قول عنها سحرية، قول عنها خرافية، بالنسبة لمساعدة قناتك في تهيئة قناتك لمحركات البحث وتحسين سيو اليوتيوب وزيادة مشاهداتك، زيادة مشاركاتك، زيادة أرباحك. بص بمعنى صح حاجة جميلة جدا بأمانة لقناتك على اليوتيوب. طب ايه هي الأداة دي يا عم عمرو؟ ده اللي هنعرفه مع بعض، وهتكلم عنكم عن الأداة بكل تفاصيلها، فركز مع الفيديو ده لأن بأمانة الفيديو ده مهم جدا لأي حد صاحب قناة على اليوتيوب. حضرتك انت أول مرة بتشوفني ما تخدش على الاشتراك في القناة، اللايك الجميل للفيديو دعما وتحفيزا لقناة أخوك عمرو القزاز. ويلا بينا نسمي ونصلي على رسول الله وندخل في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى يا حبايب، الأداة السحرية وكله اتكلم عنها بعد كده، بس أنا اتكلم عنها بتفصيل. إخواتي اللي بيحبوني وبيحبوا أسلوبي وبيحبوا شرحي، ركزوا معايا بالله عليكم في الأداة دي. الأداة اهي وأنا مثبتها عندي طبعا على المتصفح اللي أنا شغال عليه، أداة فيد أي كيو. طبعا في تو بودي وأداة فيد أي كيو، ولكن أداة فيد أي كيو حرفيا حرفيا أداة خرافية بمعنى الكلمة والله. تمام، أنا مش جاي أتكلم أولا عشان أتكلم عن أداة فيد أي كيو والحاجات الجميلة اللي فيها، لأن لو خدت بالك فوق في الملفات اللي فوق والخيارات اللي فوق كل حاجة ليها شغل، يعني الكواش والماكس والسي والسبسكرايب والكومبوزيشن والكورد الكلمات المفتاحية والجنريتر والديل والدايل ايديز والداشورد. اتمنى، انا ضعيف في الانجليزي مش قوي يعني، بس هحاول بقدر الامكان يعني ايه ان انا اظبط لكم الدنيا ان شاء الله باذن الله. طيب الاداة دي لو اتكلمت عنها حرفيا مش هقدر ان انا اشرح الاداة دي في الفيديو ده، يعني الفيديو مش هيستحمل. عشان اشرح الاداة دي عايز حلقات يمكن عم يقلش عن 20-25 حلقة عشان اتكلم عن الاداة دي. ولكن انا جاي اديكم فكرة عن اداة فيد اي كيو وتهيئتها لمحركات البحث. طبعا القناة دي بتساعدك في تحسين سير فيديوهاتك، بترفع بريك القناة، بترفع من ارشفة فيديوهاتك على اليوتيوب. بمعنى اصح اداة سحرية يا شباب، والله حرفيا اداة فيد اي كيو جميلة جدا. طبعا في منها المجانية وفي منها المدفوعة، تمام، عشان خاطر بس ايه نكون صراحة مع بعض. بتساعدك في انك تكتب عنوان كويس، وصف كويس، هي شبيهة بالشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي زي ما احنا عارفين، او جوجل بارد زي ما احنا عارفين. ولكن الاداة دي بامانة حرفيا جميلة جدا يا شباب. تمام، يعني انت لما تيجي تخش مثلا، اديك مثال، بتديك افكار مجانية، ثلاث افكار مجانية، انا بديكوا بس بعض الحاجات الامثلة يعني، وخدت بالك دي حاجات اهي بتتكلم عن، بتقول لي انا اتكلم عن الموضوع ده بالنسبة لقناتي عشان انا قناة شروحات. يعني مثلا حالة مشكلة انخفاض اربعة الفيسبوك، بتقترح علي ان انا اتكلم في الموضوع ده مناسب لقناتي. شروط منصة الاضواء الجديدة، 1000 مشاهدة الحد الادنى للربح، 1 اغسطس 2023. تمام، رسالة جوجل الجديدة، كم واحد جات له رسالة. المهم يعني بتتكلم، بتديني فيديوهات خاصة بالمحتوى شروحات اليوتيوب او شروحات خاصة بالربح من الانترنت او كل ما يخص عالم اليوتيوب والانترنت. طبعا الحاجات اللي فوق دي كل حاجة يعني عايزة حلقة لوحدها او عايزة فيديو لوحدها عشان اشرح الاداة بكل تفصيل. ولكن انا طالع في الفيديو ده اديكم فكرة عن اداة فيد اي كيو، واكتبوا لي في التعليقات تحت لو انتوا عايزين شرح لكل اداة من الادات دي، مفيش اي مشكلة خالص. انا دارس اداة فيد اي كيو كويس، وبصراحة يعني فيها ميزات خرافية، بس بامانة عايز اللي يشتغل عليها يا شباب عشان اكون صريح معاك. مش معنى ان انت تثبت اداة فيد اي كيو يبقى انت كده خلاص معدي. هي في ناس يعني ايه بتشتغل عليها بابتدائية شوية، يعني مثلا بتدوله افكار زي دي يعمل عنها فيديوهات، يعرف يجيب كلمات مفتاحية. يعني مثلا لو جينا على كلمة كورد، دي كورد دي اداة مهمة جدا، دي كلمات مفتاحية وبترفع من رينك ان هي تساعدك تديك كلمات تشتغل عليها على قناتك. تمام، لو جينا مثلا كتبنا زيادة المشاهدات في اليوتيوب، اهو زيادة المشاهدات
انا بديك مثال يعني في اليوتيوب هتقترح علينا فيديوهات، الفيديوهات دي انت تفهم الدنيا ماشيه فيها ازاي وتساعدك انك تشتغل عليها اهو زياده المشاهدات في اليوتيوب. لو نزلنا تحت او بصوا انا مقترح مع الناس المحترمه والله كويس ان هم اداه في ايكيو ياباني. بصوا خليكم معايا كده اهو جايب لك فيديوهات بتتكلم عن مشاهدات اليوتيوب وجايبه مشاهدات كويسه في الفتره الاخيره، فانت تشوف الفيديوهات دي وتشتغل عليها، تشوف مكتوب العنوان ازاي، وصف ازاي، كلمات مفتاحيه ازاي، تاخد الحاجات دي وتساعدك في فيديوهاتك. بصوا تاخد الكلمات ما بقولش تاخد الفيديوهات تمام. لو خدت بالكم انا كتبت زياده المشاهدات في اليوتيوب، انا مقترح ركزوا كده اهو يعني والله كويس انا مبسوط والله سبحانك يا رب. انا ما كنتش اعرف انا كاتب الكلمه دي زياده المشاهدات في اليوتيوب لانها كلمه راسيه. اداه فيت اي كيو مقترحاني مع الناس هنا اهو، طبعا قنوات كبيره طبعا علامه استفهام، سيمن صفوت، استاذ احمد عطيه، رؤيه المعلومات، استاذ يوسف الباز اخونا المحترم واحد فكره، قناه فور يوتيوبر الانسان ده محترم جدا بحب اتابعه، وهدي الجلال، قناه كلها بسم الله ما شاء الله يعني. يعني انا الفيديو بتاعي لما يبقى فيت اي كيو تقترحه، بس هي جايبه بص لما 15 يوم 14 يوم، انا من 19 يوم 24 يوم، يعني ما كملش شهر خمس ايام يومين ثلاثه وصلت. لما انا ابقى في وسط الناس دي يعني اخوكم عمرو انا في وسط الناس دي ده حاجه تشرف. طبعا انا مش كل الفيديوهات عندي طالعه، بس هو الفيديو ده من الفيديوهات اللي ناجحه عندي على قناتي. برضو بتكلم ركز كده في العنوان، وسع قنبله ذات المشاهدات في اليوتيوب، عاجب الناس عليه اقبال تمام. فاللي عايز اقوله ان اداه فيد اي كيو بامانه حرفيا اداه جميله جدا. يعني لما كتبت كلمه زياده المشاهدات في اليوتيوب بتعرفك، انا بديك مثال بس انا هشرح لكم، اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم كل حاجه في الاداه دي حلقه لوحدها، لان كل حاجه من الخيارات اللي فوق دي عايزه قصه لها شرح. مثلا كلمه زياده المشاهدات في اليوتيوب بتعرفك الرينك بتاع الكلمه اهو، بيديك 60% او داخل على الاخضر 60% عليها بحث مليون او 1014 مليون و14 الف في اللي في اللي في, اللي في الشهر تمام. الكومبوزيشن مش عارف الكومبوزيشن بتاعها 1898 يعني كلمه حلوه عليها بحث. فلو خدت بالك اهو طريقه تشغيل المتصفح الخفي برضو كلمات ماشيه او متناسقه مع كلمه زياده مشاهدات اليوتيوب. فاداه فيد اي كيو وتحسينها لقناتك في محركات البحث وان هي بتساعد في تحسين سيو قناتك اداه جميله جدا، اداه مهمه جدا. لو انتوا عايزيني اتكلم عنها بتفصيل اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي يا استاذ عمرو اعمل لنا فيديوهات عن اداه فيد اي كيو، اشرح لنا كل حاجه، كل فايل من دول بيتكلم عن ايه، لان كل حاجه من دول يعني سيو بيتكلم عن سيو القناه، سبسكرايب بيساعدك في تزيد المشتركين، مش عارف كومبوزيشن دي يعني ايه، كورد كلمات مفتاحيه جنريتور اللي هي الارشفه والحاجات الخاصه بالقناه، الكواش دي حاجه جميله جدا برضه بتساعدك ان انت تديك كلمات مفتاحيه والكلام ده كله. تسال هنا مثلا بيقول لك اسك ماي مش عارف يعني تسال يديك عناوين يديك واخد بالك. اداه فيت اي كيو اداه جميله بصراحه. انا من وجهه نظري شايف ان مفيش اي قناه على اليوتيوب تشتغل عن اداه فيت اي كيو. المجانيه بتساعدك في الاول تتدرب عليها، وبعد كده فيها اداه مدفوعه طبعا بتديك مميزات وحاجات احسن ان شاء الله باذن الله. فانت لو عايزين نعمل بعض الفيديوهات الخاصه باداه فيت اي كيو اكتبوا لي في التعليقات تحت وانا هرد عليكم ان شاء الله باذن الله. انتظروني انا كل يوم بنزل بفيديو الساعه 7 مساء، كان معاكم اخوكم عمرو كزاز، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.